النهارده هنعمل مع بعض كرات الفراخ بالزبده. ايه المكونات اللي عندي؟ عندي هنا شويه من صدور الفراخ متقطعه مكعبات، عندي هنا شويه من مكعبات الزبده، الزبده ساقعه ومتقطعه مكعبات برضو صغيره، عندي شبت بيض توم باودر، عندي نشا، عندي هنا شويه من الجبنه المبشوره، وعندي اخيرا شويه من البقدونس للتزيين. طيب على طول كده اول حاجه عايز ابتدي افرم الفراخ وبعد كده نبتدي نعمل الميكس. دي بقى بتبقى ظريفه جدا، بتبقى كرات كده من الفراخ وبنحشيها بالزبده، فبتعمل زي تجويفه كده جوه، اول ما بتقطع الكوره وقت الاكل بتنزل منها ايه الزبده السايحه كده، حاجه خطيره. ندي الفراخ بتاعتنا فرم. حلو قوي. في بولة هننزل الفراخ، هنزل بالبيضة، توابل، نشا، هنزل بمعلقة من الملح ونص معلقة من الفلفل الأسود. هنخلط الكلام ده كويس قوي مع بعض. عظيم جدا. جيب صينية الفرن عليها ورقة زبدة. هجيب شوية من الشبت. هنقلب كمان. نلبس الجوانتي ومعانا بقى ايه بوله كده فيها شويه من الميه. خلاص ما بين ايدي وعليها. بصوا بقى هناخد شويه اهو وهنفردها كده. وهاخد مكعب من الزبدة عليه شوية من الشبت. نبتدي نقفل الكورة بتاعتنا. بالشكل ده. خلاص وننقل على طول على الصينية. هناخد الصينية بتاعتنا دي هندخلها الفرن تتشمع لها كده شوية وتمسك نفسها. في شويه انا محضرهم هنا ودخلناهم خلاص الثلاجه وتشمعوا. بصوا كده شكلها بيبقى عامل ازاي وبتمسك نفسها وبيبقى ليها لمعه كده. كده فاضل لي ايه؟ عايزين نحط عليها الجبنه. هجيب الجبنه نحط كده شويه هنا فوق. لو عندنا شرايح برضو ممكن نعمل كده. عظيم جدا. هناخد الصينيه بتاعتنا ندخلها على فرن متسخن على 200 وهتقعد في الفرن بنتكلم في 10 دقايق ربع ساعه.